أمطار خير، نسأل الله تعالى أن تكون أمطار خير على بلادنا ليبيا. بداية المباراة الآن تنطلق على بركة الله تعالى، مباراة النصر مع فريق الصداقة. تمشي الكرة الآن عند التورغي، تورغي تورغي، ويكسب خطوة وركلة حرة مباشرة لصالح فريق النصر. هناك أكثر من لاعب يجيد التسديدات من خارج مثل هذه الكرات، سواء كان يحيى زديتني أو أيضا اللاعب باولونيو لوسيو. تنفيذ الخطأ بصفرة هذا الحكم محمد الهوني، خطأ لصالح فريق النصر. يحيى زديتني يقوم بالتسديدة ولكن سهلة عند حارس المرمى جمال سلطان. إذا تسديدة ومحاولة أولى نصروية، ترجع الكرة عند عبد السلام ديجا أحد المواهب، ترجع كرة تورغي، تورغي للموكسي، موكسي يمكن رفع الكرة بالعرض، يلعب الكرة بالعرض الموكسي ولكن مرت من الجميع، ما زالت الكرة هي مرة واثنين ولكن سهلة عند حارس المرمى جمال سلطان. الكرة النصروية المعروفة الآن يلعب بها مجلس فريق النصر بالكرات القصيرة والمميزة، هذه كرة ملعوبة ولكن مرت لتكون ركلة مرمى أرضية. شوف التوامي من جديد، ترجع كرة لصالح فريق الصداقة، كان يلعب الكرة بالعرض، يلعب الكرة بالعرض، وأول هدف اللقاء كرة عرضية وأول هدف اللقاء عن طريق اللاعب طه برواق. توغل ومرور والكرة على الطائر في مرمى جواد رزق ليحرز عن أول أهداف اللقاء ويعلن عن أول أهداف اللقاء عن طريق هذا اللاعب طه برواق. إذا هدف مقابل لا شيء لصالح فريق الصداقة، مرور وتوغل ووضع الكرة على الطائر ليحرز أول أهداف اللقاء في هذه المباراة عن طريق هذا اللاعب طه برواق. 13 نقطة أكيد يسعى لتعزيز مركزه في المراكز المتقدمة ليكون حاضرا في الدوري السداسي القادم بمشيئة الله تعالى بكل تأكيد. ترجع الكرة النصروية، بن حبيب، بن حبيب يرسل كرة طويلة، سالم لمسلاتي لكن تقطع من جديد، أقرب عند ديجا، ديجا يكسب خطأ أم ماذا حكم المباراة؟ يشيل وجود خطأ، خطأ لصالح فريق النصر لصالح اللاعب عبد السلام ديجا. الأول إذا الهدف تتغير النتيجة، الصداقة يتقدم بهدف مقابل لا شيء على فريق النصر على أرضية ملعب شهداء بنينة. باولوني لوسيو ترجع كون عند التوامي، التوامي أمام المساحة يلعب الكرة عند الموكسي. النصر في هذه المباراة أو حتى على هذه الدقائق أو هذه الدقائق بكل تأكيد ترجع الكرة من جديد مع جمال سلطان، أكيد ينبه لاعبي وأمامنا التورغي في تنفيذ الركنية. ركنية صالح فريق النصر ملعوبة ولكن مرت، بدأ يلعب الكرات الطويلة وهذه كرة ملعوبة لصالح فريق النصر. سالم، هو التعادل، هو التعادل، ضاع هدف التعادل، ضاع بطريقة غريبة جدا من سالم المسلاتي. انفراد بالمرمى وجه لوجه يجد نفسه سالم المسلاتي ويضيع فرصة كان وجها لوجه أمام المرمى، غريبة جدا كيف ضيع هذه الكرة سالم المسلاتي، ضيع الكرة السالم فرصة هدف التعادل لفريق النصر. ترجع الكرة من جديد، هذه الكرة واللقطة الإعادة أمامنا سالم المسلاتي وأكيد الحسرة بين وجها لوجه أمام المرمى. شوف الإعادة من جديد، مشكور مخرجنا عبد الحميد الورفلي في الإعادة، هذه لقطة الإعادة من جديد اللي ضيعها سالم المسلاتي بطريقة غريبة جدا. تحسر كثيرا سالم المسلاتي كابتن فريق النصر في هذه المباراة. فريق النصر لسالم المسلاتي، استلم الكرة بشكل جيد ولكن التنفيذ والتسديد. دفاعات فريق الصداقة ترجع من جديد نصروية، باولينيو، باولينيو شيئا من هذه الكرة وتسديدة والتعادل لفريق النصر لكن ضاعت. تسديدة كانت قوية جدا من باولينيو، هذه الكرة والتسديدة والتصدي كان للحارس جمال سلطان على مرتين، وأيضا كانت هناك متابعة لسالم سلاتي روما. سالم المسلاتي ليتابع هذه اللقطة ولكن حارس المرمى. ترجع كرة عند سالم، سالم المسلاتي، سلاتي يستلم الكرة، يلعب الكرة في منتصف ملعب عند اللاعب ديجا عبد السلام، باولينيو، باولينيو، باولينيو يمر كان يلعب الكرة بشكل طيب، مش كرة بينية، هذه كرة بالعرض والتعادل، هدف التعادل بطريقة فنية، لمساتك السحرية يا باولينيو يا لوسيو، والعرضية كانت بشكل طيب من الموكسي، والختام وحسن الختام عند هذا الهداف الأسمر اللاعب التورغي عامر التورغي يمنح فريق النصر هدف التعادل في مطلع الدقيقة الرابعة. شوف باولينيو لوسيو يلعب الكرة بشكل طيب بينية وراء المدافعين،
الموكسي كرة عرضية سالم لمسلاتي بمرة ترجع للتورغي ليسكن الكرة الشباك ويمنح هدف التعادل لفريق النصر. إعادة من زاوية أخرى مرت من الجميع، الكرة تحب التورغي، التورغي يضع الكرة في الشباك، هدف مقابل هدف بين النصر والصداقة. العلواني العلواني ولكن خروج للحارس بشكل طيب، ما زالت الكرة صالح فريق النصر، وحكم المباراة يشير لسرية اللعب. لاعبي كانت هناك مطالبة أن الكرة الحارس التقط الكرة من خارج منطقة الجزاء. السرت السابق هذه لقطة الإعادة، شوفوا اللقطة، حارس المرمى التقط الكرة على الخط تعتبر أو لم تكن بكامل محيطها، يعني ركلة حرة مباشرة لصالح فريق النصر. هذه كرة ملعوبة ورأسية مرت من الجميع، فوووو الثاني، الهدف الثاني لفريق النصر. النصر لا يبالي بانخفاض الرتم او يرتفع، النصر يحرز هدف الثاني عن طريق المكسي المتألق دائما. قلت يا كلمة السر لفريق النصر التورغي والمكسي في هذه المباراة، المكسي يعطي فريق النصر الهدف الثاني ويمنح الأصمقية لفريق النصر الذي رد بقوة في هذا الشوط الثاني على تقدم فريق الصداقة في الشوط الأول. إذن هدفين مقابل هدف واحد عن طريق المكسي. مكسي كما جاءت باليسار في أقصى سقف المرمى، شوف التسديدة قوية جدا، صعبة يا جمال يا سلطان. هذه انطلاقة لصالح فريق الصداقة، لعب الكرة بالعرض، فرصة الثاني ولكن ضاعت، فرصة هدف التعادل لفريق الصداقة. مامادو لعب المساحة العاج أيضا لدخل في تشكيل فريق الصداقة، شوف الكرة مرت من الجميع، وجد نفسه في وضعية سانحة للتسجيل ولكن أضاع الفرصة بشكل غريب جدا. هذا يكسب خطأ عبد القادر حولات في اللقطة الماضية، هذه الكرة الأخيرة وانطلاقة باولينيو لوسيو، استلم بالكرة، شوف شوف باولين، شوف المهارات، لاعب مميز، لاعب صح مهارات عالية جدا، قدم شوط أول ممتاز جدا، تقدم بهدف مقابل لا شيء، لكن سرعان ما فريق النصر عاد في الشوط الثاني، لم يمهل فريق الصداقة كثيرا حتى أحرز هدفين ويقلب الطاولة على المباراة. هذا الثلاثي الخطير، أمامنا باولينيو في تنفيذ الخطأ، وننتظر الوقت البديل. هذه كرة ملعوبة ورأسية سالم وبرة أولى، ولكن هناك صافرة تنفيذ، خصوصا الفرصة في الشوط الأول. هذه كرة ملعوبة من سالم ولكن هناك حالة تسلل على المكسي، وأيضا الحديث والمصافحة الودية بينه وبين المدرب التونسي أنيس الباز. انتظر استئناف اللعب على من على اللاعب عامر التورغي، تمشي الكره الان لباولينيو، باولينيو لوسيو لحويلات عبد القادر، عبد القادر محاوله المرور ولكن الابعاد بين لاعبي فريق الصداقه، تمشي بعد ما حس ان فريق الصداقه بدا هذه كره تسديده ولكن على العارضه لتكون ركله مرمى. صداقه بدا في استحواذ على الكره، وفضل الخروج مهاجم بدخول لاعب خط وسط مدافع هو اللاعب معاذ العمامي. اللقطة ترجع عند ديجا والعمامي، حكم برا يشير استمرارية اللعب ولكن تقطع من العلواني، تمشي كرة ل باولينيو، باولينيو 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 باولينيو، هو جول هو جول هو جول هو جول من باولينيو، هو جول من باولينيو. باولينيو يختتم هذه المباراة بهدف ولا أروع، تسديدة كانت قوية جدا. النصر الذي قلب الطاولة على فريق الصداقة، ريمونتا من فريق النصر، ريمونتادا بعد التقدم بعد فقدان فريق النصر الشوط الأول بهدف مقابل شيء. حكم محمد الهوني هذه كرة واللقطة، باولينيو لوسيو أكيد هذا الاسم سوف يخلد في ذاكرة الجمهور النصراوي إذا ما انتهى هذا الموسم بتتويج أو بكأس. هذه كرة من باولينيو اللي سدد كرة قوية جدا لا تصد ولا ترد من باولينيو، يلعب الكرة بترجع لمجيد معتصم التايبي، سدد فرصة الثاني، فرصة لصالح فريق الصداقة، تلعب الكرة في مرة أولى وثانية والهدف، ولكن وجود حالة تسلل، حالة تسلل
بإشارة المساعد الأول عز الدين عطية. ثانية هذه لقطة الإعادة، شوف لعب الكرة بشكل قصير، استلام الكرة، تسديدة كانت من التايب، تصدي في مرة أولى، تسديدة من جاسم كانت في دربكة، وجد نفس اللاعب محمد شريف وجه لوجه أمام اللاعب أمام الحارس المرمى، ولكن في حالة تسلل اللاعب فريق الصداقة. ترجع كرة من جديد، ملعوبة صالح باولينيو، باولينيو باولينيو باولينيو، هو الرابع هو الرابع، يلعب كرة يسالم، عندك الحظ يا سالم اليوم، سالم لمسلاتي في صراع هو والحظ، لمسلاتي في هذه المباراة. سو فورتوناتو هذه كرة من سالم لمسلاتي لعبها ولكن العارضة، هذه اللقطة من جديد باولينيو بعين مفتوحة يلعبها لمسلاتي، مسلاتي كانت بطريقة طيبة جدا، طريقة ممتازة لعب الكرة ولكن العارضة. اليوم مش يومك يا سالم يا مسلاتي. عن نهاية مباراة النصر والصداقة بفوز فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.